لو ظهر لك رقم العطل اللي قدامك ده 1726 او ظهر لك رقم عطل 1724، فانت محتاج تغير حاجة اسمها خرطوش الصيانة. في ناس بتقول عليها وحدة امتصاص الاحبار، وفي ناس تالتة بتقول عليها وسادة امتصاص الحبر. والخطوات اللي هنتكلم عليها النهاردة في الطوابع الكانون بيكسيما الجي 3470 والكانون بيكسيما الجي 2470، ودي بتبقى عبارة عن وحدة موجودة ورا الطابعة. هنتعلم وهنعرف دلوقتي خطوات تغيير، لكن قبل ما نغيرها لازم نشيك كده على خراطيم الحبر اللي موجودة بداخل الطوابع فيها حبر ولا لا. هنبدأ نفتح باب المسح الضوئي الاعلى كده، تمام. زي ما انتم شايفين دي الخراطيم اللي بيمشي فيها الحبر. عندي هنا لون واحد بس هو ناقص وهو اللون الازرق، فاحنا قبل ما نغير خرطوش الصيانه دي لازم نوصل الحبر بداخل الاربع خراطيم الاول، بعد كده نركب خرطوش الصيانه. وانت طبيعي جدا ان يبقى عندك اكتر من خرطوم ما فيهوش حبر، عشان بس ما نستهلكش اي حاجه من خرطوش الصيانه الجديده، لانك لو وصلت الخراطيم دي باستخدام خرطوش الصيانه الجديده هتستهلك منها ما يقارب 25%. طب ونفترض دلوقتي الخراطيم دي فيها حبر وكله تمام، يبقى انت هتجرب فيديو شويه كده لحد ما يجي خطوات تغيير خرطوش الصيانه فقط، ومش محتاج موضوع توصيل حبر بداخل الخراطيم. اول حاجه هنقفل باب المسح الضوئي للاسفل كده، تمام. وبعد كده هنثبت صباعنا على الزرار ده كده اهو، تمام. وبعد كده هنضغط على زرار الاغلاق بالطريقه دي كده، وننتظر لحد ما البرينتر تنطفي معانا. ما نشيلش صباعنا نهائيا. يعني انت هتثبت صبعك كده وما تشوش نهائيا غير ما اقول لك. او زي ما انتم شايفين البرينتر انطفت معانا. هنبدا نثبت صباعنا على زرار التشغيل ده اللي هو ده كده اهو، اهو بالطريقه دي كده، تمام. اهو ما تشيلهاش خالص. وطبعا انا شلت صبع من هنا اول ما سبت هنا. 1 2 3 4، طبعا كل مره بتضغط فيها لازم تتاكد ان اللمبه دي بتنور معاك. بعد كده تشيل ايدك من الزرار ده. ولو اللمبه دي ما نورتش معاك يبقى انت هتكرر العمليه دي مره ثانيه، تمام كده. هتلاحظ هنا ان الشاشه ما فيهاش ولا عطل ولا ظهر لك اي حاجه. هنختار اول حاجه مينتيننس اهو الاختيار الاخير ده، ثم هنختار تحت اختيار كده اسمه ايه او ريبليس انك ان برنت هيد الاختيار ده، ثم نختار اوكي، ثم نختار اوكي، ثم نختار اوكي، ثم نختار اوكي، ثم نختار اوكي عليه، ثم نختار يس. هتقدر تفتح باب المسح الضوئي كده او زي ما انتم شايفين او الخرطوم اتملى معانا كده، الخرطوم كلها اتعبت معانا. كان في خرطوم هنا ناقص، طبعا انت بتنتظر لحد ما جميع الخرطوم عندك تتعبى، فانا كان عندي واحد واتملى. ودلوقتي هتنتظر معايا ما يقارب 30 ثانية وهقول لك بعد 30 ثانية هتعمل ايه بالظبط، عشان بس ايه لو سن العمليه دي تكمل مع نفسها الحبر هيستهلك جامد قوي، تمام كده. دلوقتي بقى هتعمل ايه؟ هتبدا تقفل باب المسح الضوئي ده للاسفل كده، تمام. وتيجي هنا عند الطبعه وهي شغاله، تمام. شايفين الكابل ده؟ هتشيله من البرينتر كده والبرينتر شغاله، وما تركبوش دلوقتي. لو انت ركبته دلوقتي الطبعه مش هتشتغل معاك، انتظر ما يقارب 30 ثانيه بعد كده شغل البرنتر. دلوقتي هنبدا نركب الكابل اهو بالطريقه دي كده، تمام. ونبدا نشغل البرنتر لكن مش من زرار التشغيل هنا. هنثبت صباعنا كده تاني زي ما اتعلمنا، ونثبت صباعنا على الاستوب، وبعد كده تشيل ايدك هنا كده اهي. اول ما الشاشه تشتغل كده هتك مره
التانية التالتة الرابعة. شيل صبعك ده هنا. ولو اللمبة دي في الخطوات منورتش معاك يبقى لازم تطفي البرينتر وتشغلها مرة تانية وتعيد نفس الخطوة بالظبط لحد ما تلاحظ ان اللمبة دي بتنور معاك، اللي هي لمبة الأعطال اللي بتنور لونها برتقالي. اهو زي ما انتم شايفين بعد ما البرينتر اشتغلت معانا هننزل تحت ونختار مينتيننس، اهي الاختيار ده اوكي، ثم هنختار حاجه اسمها ديب كليننج، ديب كليننج او تالت اختيار اوكي، ثم هنختار بيس، والعمليه دي هتستغرق معاك ما يقارب الثلاث دقائق. او زي ما انتم شايفين بعد ما عمليه الديب كليننج خلصت تمام، هنتاكد ان احنا حاطين ورق هنا اهو، الورق في درج الورق عادي جدا تمام. وعايز اقول لك الرساله اللي قدامك دي هتختار يس ثم اوكي، هيبدا يطبع لك حاجه اسمها نازل تشيك اللي هو تيست اختبار الالوان. اهو شوف الورقه كده عامله ازاي، او زي ما انتم شايفين الالوان ممتازه جدا جدا جدا، الاسود ممتاز، الازرق كويس، والاحمر والاصفر تمام. طبعا لو في اي مشكله في لون فهتلاقي لون من الالوان دي مختفي معاك، يعني لو في مشكله في الاصفر هتلاقيه مختفي، وكذلك الاحمر او الازرق او الاسود. ده كده الجوده المثاليه في النازل تشيك، يعني دي كده ممتازه جدا. هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ هنطفي الطبع من زر التشغيل عادي جدا، عادي جدا مفيش اي حاجه ثانيه. وهنبدا بقى دلوقتي ان احنا نركب خرطوش الصيانه جديد، بس الاول البرنتر تنطفي عشان نطلع من السيرفيس مود اللي احنا دخلنا فيه دلوقتي ده، انطفت. وهنبدا نيجي هنا كده ونشيل الكابل مره ثانيه اهي تمام كده، ونبدا دلوقتي ان احنا نطلع خرطوش الصيانه القديمه المستهلكه خلاص ونركب خرطوش الصيانه الجديده. الخطوات ازاي؟ تعال نشوف معاك. اول حاجه هتلف من ورا البرنتر كده، هتلاقي مسمار هنا، مسمار غريب شويه، هنفكه عادي جدا كده اهوت تمام، ونبدا نفتح التري من هنا كده اهوت، وبعد كده هنشد القطعه دي اهي، هي دي خرطوش الصيانه اللي احنا هنغيرها. وبعد كده بتبدا تركب خرطوش الصيانه الجديده اهي بالطريقه دي كده، ونبدا نمسك الكفر ده ونركبه بالطريقه دي كده تمام، ونجيب المسمار بتاعها اهو، ونبدا دلوقتي ان احنا نركب كابل الكهرباء في البرنتر اهو، ونشغل البرنتر عادي جدا. طب دلوقتي عايزين نتاكد او نشيك على مستوى خرطوش الصيانه الجديده، هننزل تحت شويه كده تمام لحد ما يجي لك كلمه اسمها برنتر ديتيلز اوكي، هننزل تحت شويه كمان لحد ما يجي لك كلمه اسمها مينتيننس كارت انفورميشن اوكي، او زي ما انتم شايفين هو ده مستوى خرطوش الصيانه الجديده زيرو. يبقى كده اتعلمنا ازاي نوصل الحبر بداخل الخراطيم بدون ما نستهلك اي حاجه من شريحه خرطوش الصيانه الجديد، وكمان لما سحبنا الحبر ما سحبناش بكميه جامده. النهارده اتمنى ان انا عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم، منتظر اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السامي من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.